نوفل أبعاش، مدير مؤسس لمجموعة مدارس مدى المستقبل اللي تأسست في 2015 بقصبة ليبيا، والحمد لله بفضل الله حاولت أنني نوسع المشروع. في سنة 2017 فتحت المؤسسة الثانية اللي حتى هي في جزيرة قصبة مهدية، والحمد لله كاين واحد الرؤية إن شاء الله باش غادي نفتح في أليونس في مناطق أخرى. المؤسسة طريقة الشغل ديالها بدات كنشتغل على حساب الرفع من المستوى الدراسي ديال الوليدات اللي في المنطقة، حيت كيف ما كتعرفوا منطقة ديال المهدي، منطقة ديال قصبة المهدية، كاين شي شوية ديال النيفو ديال القراية شي شوية طايح نظرا لمجموعة من العوامل، منها كاين الآباء، والأمهات لابليبار كيعتمدوا على الاشتغال في المرصى، مزينات في المرصى، راه ما كيبقالهمش الوقت باش يقراو مع وليداتهم، ما كيبقالهمش الوقت باش يتابعوا وليداتهم. الحمد لله المؤسسة معروفة الحمد لله من 2015 بأنها كتساعد الآباء وكتساعد الوليدات في هذا الشيء. بالنسبة للأنشطة الموازية عندنا بزاف ديال الأنشطة، منهم القرآن الكريم، منهم حفظ القرآن الكريم مع التجويد اللي كيحرص عليه إمام المسجد اللي في قصبة مهدية النيت. عندنا خرجات المنطقة ديال قصبة مهدية والمحيط ديال قصبة مهدية، كاين دروس دعم بالمجان وأنشطة أخرى اللي كنديرو. بالنسبة للنقل ما كيقدرش يخدموش المنطقة كاملة ديال القنيطرة مثلا ولا شي حاجة، كنخطيو بالقصبة المهدية أليونس الدوحة ولاد وجي الحدادة. الحمد لله كاين واحد التقدير هاد المناطق هادو. بالنسبة للأثمنة اللي كدير المؤسسة ما كتحددش، ما عندناش أثمنة محددة. كيف ما قلت لكم في الأول كاين القدرة الشرائية في قصبة المهدية شوية طايحة، دونك كنديرو كيف ما كنقولو شي كيخلص على شي وشي كيغطي على شي باش كلشي يقرا، كنحاولو باش كلشي يقرا. هكذا الحمد لله باش بدينا من 2015 باش ربي الحمد لله معاونا. بالنسبة للتجربة ديال المحو الأمية، كانت واحد التجربة ديال الجمعية الجهوية لمدراء الشباب اللي أنا الرئيس ديالها، رئيس الجمعية، اللي تأسست في 2015 حتى هي. خدمنا بزاف ديال الأنشطة الحمد لله في قصبة مهدية، عندنا منها مؤسسة ديال العموم بن علي العمومية اللي عاودنا التمرين ديالها، السباغة، الغرس أشجار، أدوات مدرسية، منها قوافل طبية اللي داروا في قصبة مهدية، ومنها هذه ديال المحور الأمية اللي شادة في البرنامج اللي دفعنا الفلوس ديالنا الحمد لله وتقبلنا ما بين بزاف ديال الجمعيات اللي تقبلات 21 جمعية في المنطقة ديال القنيطرة كاملة. والحمد لله بدينا فتحنا ثلاثة المراكز دابا، منهم المركز اللي خدامين به في مؤسسة مدى المستقبل، ومراكز أخرى في جامعات الحدادة، منهم الزهانة، منهم الأبطال، كنغطيو حتى ذاك المناطق حتى هما كنغطيوهم. بالنسبة للمحور الأمية في قصبة مهدية درناها علاش فتحت المركز في المؤسسة ديالي نيت، حيت لقينا واحد المشكل مع الآباء. الأب ولا الأم اللي كتسولو علاش الوليد ولا البنيته ما خدماتش في الدار، كتلقى الأم ولا الأب تا هما مساكن ما قاريينش، يعني هذه فرصة ليهم باش حتى هما يجيو يقراو، وفرصة باش تبقى ديما واحد العلاقة وطيدة مع ما بين الأب ولا الأم ولي الأمر. اون جينيرال تبقى واحد العلاقة مع المؤسسة، كتكون واحد العلاقة بيناتهم، يعني الأم ولا الأب كنجي ثلاثة مرات في السيمانة باش يقرا، أوتوماتيكمون غادي تلاقى المعلمات، غادي تلاقى الإدارة، غادي تعرف الولد ديالها فين غادي، حتى الولد كيعرف بأن راه الأم ديالها حتى هي ولات كتقرا، دونك حتى هو ما غاديش يبقى متهاون ولا داير واحد نقطة ضعف على الأم ديالو، كون راه الأم ديالو والأب ديالي راه ما قاريينش. بالنسبة للمقهر ديال قصبة ديال مؤسسة مدى المستقبل جوج، عطى سيد العامل فؤاد الحمدي هو اللي كان عطى الانطلاقه يوم 14 اكتوبر يوم الاثنين، عطى الانطلاقه ديال الموسم القرائي 2019 2020، وكنشكروه على حساب على تلبيه الدعوه اللي جا حتى هو وقف معنا وعطانا واحد الانطلاقه وعطى واحد الشحنه للامهات اللي كانوا المستفيدات اللي كانوا اللي غادي يبداو ان شاء الله مع الموسم القرائي 2019 2020، عطاهم واحد الشحنه باش يقراو باش يعاونوا وليداتهم باش ما يعولوش على واحد اخر اللي يعمرهم شي ورقه، اللي يقرا لهم شي ورقه.
كنشكروها من هذا المنبر. بالنسبه للابواب المؤسسات بجوج راهم مفتوحين امام اباء واولياء امور تلاميذ في اي وقت، كيفما ديما الحمد لله من 2015 ديما مفتوحين، ديما الهواتف ديالنا مفتوحين، ديما كنسمعوا وكنتلقاو، كيفما كنتلقاو دي رميرسيمون، كنتلقاو كيفما كتعرفوا كاين دي زافونتاج ودي زانكونفينيون. دونك ضروري كتلقى حاجه زوينه، كيهضروا فينا زوين، كيهضروا فينا خايب، مي الحمد لله كنحاولوا نصمتوا الخايب هو الاول باش نردوا حتى هو مزيان. بالنسبه للمؤسسه من المستقبل، واحد اللي كتواجد فوق باريد بنك اللي في قصبه مهديه اللي هو فصل محطه الوقود الافريقيه. وبالنسبه للمؤسسه الثانيه، مؤسسه من المستقبل جوج اللي في تجزئه ديال قصبه مهديه قرب تسارات المغرب. حنا العام كامل حنا ديما الحمد لله على كل ديال الناس. مرحبا بكم.